بحس انه هلا الوقت المناسب لصور هذا الفيديو لانه برا عم بتمطر وفي عاصفه. ان شاء الله بكره ما في مدرسه. هاي جايز كيفكم؟ ان شاء الله يكون اليوم واحد من اسعد ايام حياتكم. اليوم رح نحكي عن اشياء صارت باخر شهرين ورح نحكي عن نظريات على الاشياء اللي صارت. رح ابدا بشيء ما بيخوف، بعدين الشيء بيخوف، بعدين شيء بيخوف اكثر، وطبعا مش متاكده من النظريات سو ما تصدقوها كلها، المواضيع صدقوهم بس ما تصدقوا النظريات لانه مش اغلب النظريات صحيحه، مجرد نظريات مجرد اراء سو ما تاخذوا كل شيء بجديه. المهم المواضيع بتخوف، اخر موضوع عن جد راح يخوف. سو اول موضوع واكثر موضوع ما بيخوف هو الايفون اكس، الايفون الجديد يلي نزل بالاسواق قبل كم يوم. يعني ما شاء الله الناس كلها عم تحكي عن الموبايل ونجح نجاح كبير. سو خلينا نحكي عن اول نظريه تبع مش بس على الايفون اكس بس على التليفونات بشكل عام. هاي النظريه تقريبا عن شركه ابل بشكل عام. ما بعرف اذا هذا الشيء بيصير معكم بس كثير ناس بيصير معه وشخصيا صار معي. شايفين كيف اول ما تنزل ابل موبايل جديد تليفونكم الحالي اذا كان من ابل بيصير بيعلق وبيصير بطيء، بتصير في اشياء هيك غريبه ما بتعرف شو فيها، لهيك بتقرر انه تترك الموبايل تروح تشتري موبايل جديد. طبعا شركه ابل قالت انه هذا الشيء مش صحيح، انه كذب وما بعرف شو، واكيد في ناس كثير صار معهم هذا الشيء. بسنه 2014 مجله نيويورك الامريكيه نزلت جراف. كل سنه لما بينزل تليفون جديد عند ابل ناس بتصير تبحث اكثر عن ليش التليفون صار كثير بطيء. قبل كم يوم شركه ابل نزلت تليفون جديد يلي هو الايفون اكس. التليفون فيه ميزات كثير جديده وبتجنني صراحه، بس دائما لازم يكون في بس. الناس كثير خايفه من موضوع انه الايفون بينسخ وشك، فاذا ما بتعرفوا الايفون الجديد بينسخ وشك، يعني بتحط وشك قدام التليفون وبينسخ وشك وبينفتح التليفون، اذا بدك تحمل تطبيق من الاب ستور بتحطه كمان قدام وشك وبينسخ وشك وبيتحمل التطبيق. هل عن جد هي الفكره امنه تبع نسخ الوش؟ التليفون هذا عم ينسخ وشك كل معلومات وشك وما بتعرف هي المعلومات وين رح تروح بالاخير، لما بينسخ وشك كمان الايموجيز يلي هن الوجوه الصغار القرود الوجوه الصفر كمان بيتحركوا. يعني مثلا بتحط التليفون قدام وشك بتضحك ها ها القرد بيضحك معك، وبعدين فيك ترسلها لرفيقك او رفيقتك او اي حدا. تليفون جالكسي باول هي السنه كمان عملوا هذا الشيء تبع نسخ الوش. في ولد اكتشف انه اذا صورت حالك بتليفون ثاني وحطيته قدام الجالكسي الجالكسي رح ينفتح، بس شركة ابل قالت انه هذا الشيء مستحيل يصير، نحن احسن. وهلا رح نبدا بموضوعنا الثاني اللي هو موضوع لاس فيغاس. اكيد كلكم سمعتوا عن شو صار بلاس فيغاس. يوم 1 شهر 10 2017 كان في زلمه كان قاعد بطابق 32، بنفس الوقت اللي هذا الرجال كان قاعد بالفندق كان في حفله تحت الفندق. هذا الزلمه يلي اسمه ستيف كان عم يرمي الناس يلي بالحفله، قتل شي 58 شخص وجرح 500 شخص، ولهلا ما حدا بيعرف شو السبب او الدافع يلي خلاه يرمي الناس. في كثير ناس بتقول انه في احتمال كبير انه مش هو الوحيد يلي كان عم بيرمي الناس يلي بالحفله، لانه مستحيل شخص واحد فيه يقتل 58 شخص. في ناس بتظن انه كان في اشخاص معه. وهلا رح اجيكم فيديو لما بتشوفوه بتحسوا انه عم تسمعوا اكثر من رامي واحد عم بيرمي الناس او عم يطلق رصاص على الناس. سو شوفوا الفيديو. كمان كان في بنت بالحفلة الموسيقية قالت انه في امرأة اجتها وقالت لها انه كلكم رح تموتوا. ما حدا بيعرف اذا المرأة عن جد كانت بتعرف شو رح يصير او كانت مجرد صدفة. في كثير ناس مش متأكدة اذا هو عن جد اللي قتل، يعني في ناس بتقول انه هو مجنون، بس كيف شخص مجنون بيعمل هاي الشغلات؟ فوق كل هاد الممرات تبع الفندق ما فيها كاميرات، يعني تخيلوا فندق بلاس فيغاس ما في كاميرات بالممرات تبع الفندق. ما كان في فيديوهات لستيف اذا يعني كان عم بيطلع من غرفته وعم بيدخل لغرفته، سو شوي غريب الموضوع ليش ما في كاميرات. فوق كل هذا الفندق 4 نجوم، 4 نجوم وما في كاميرات كيف؟ وكمان كان في مقابله مع وحده من الموظفات ستيف وشوفوا شو حكيت. He cared about everybody's finances, he cared about everybody's cars, he cared about he actually cared about people. من كلام موظفته هو شخص كتير طيب وبيهتم للعالم ستيف يلي هو القاتل او المجرم. هو هلا ميت مات، ما حدا بيعرف شو الدافع اللي خلاه يعمل هيك. رح نحكي بموضوع يحزن. هنيكا هي بنت عمرها 19 سنة طلعت من بيتها الساعة 11
ونص المساء مشان تروح لحفلة بفندق كران بلازا او هيك شيء يوم 9 اليوم التالي. تم التبليغ انه كنيكة مفقودة ما كانت موجودة بأي مكان. بعد يوم لقوها بالفريزر تبع الفندق. طبعا الفريزر مش مجرد براد بس غرفة كتير كتير باردة. بعد فترة من حادثة الفندق طلعوا تسجيلات الكاميرا اللي كانت موجودة لانه الفندق كان فيه كاميرات بالممرات. صراحة تسجيلات الكاميرا كانوا شوي مربكين وهيك هيك بتحس بعدم الارتياح وانت عم تشوفهم. من الفيديو مبين انه هي سكرانة لانه مبين انه هي مالها متوازنة وهي عم تمشي. بعدين بتشوفوها عم تمشي لممر تاني وتلف ومبين انه هي مش متوازنة كتير. واخر لقطات لإلها كانت وهي عم تدخل للمطبخ بعدين بتمشي وتلف وبعدين بتروح للفريزر وبتموت هنيك. كتير كتير ناس بتصدق انه هي انقتلت. وام البنت قالت كل شي بدها اياه انه تشوف بنتها عم تفوت للفريزر بس بدها تسجيلات الكاميرا لما بنتها عم تفوت للفريزر. بس للأسف الناس يلي بالفندق بيقولوا انه ما في كاميرات فوق الفريزر او جنب الفريزر هاي الفيديوهات او شريط الفيديو هي عم تفوز للفريزر مش موجود. ما حدا فيه يثبت انه هي عن جد دخلت لحالة للفريزر لانه ما كان في كاميرات تسجيل فوق الفريزر. اول نظرية هي انه فندق كلاون بلازا بشيكاغو هو مكان لبيع الاعضاء الداخلية. السوق الاسود هو مكان بيبيعوا فيه أعضاء من الجسم وإذا كنت غني وعندك مصاري فيك تشتري منه أعضاء. بس إذا ما عندك مصاري وما في حدا يعطيك احتمال تموت. بالسوق الأسود فيك تلقي أي شيء بدك إياه بس أهم شيء إنه يكون عندك مصاري كتيرة. فكتير ناس بتنخطف وتنقتل. الناس بياخدوا أعضاء الداخلية وبيبيعوها بالسوق الأسود. الناس يلي محتاجة هاي الأعضاء تشتريها. ناس بتظن انه هاي الاشياء بتصير بفندق كراون بلازا. وجماعه مثل ما قلت لكم هي مجرد نظريه، يعني انا ما عم بقول انه هاي الشيء حقيقي، مجرد نظريه. كمان في اشاعه بتقول انه صاحب فندق كراون بلازا عطى مصاري كثيره لرفقات هالبنت بس مشان تجي للفندق وتحضر الحفله ويصير يلي صار. وتقريبا السبب انه هاي الاشاعه عم تنتشر كثير هو الفندق نفسه، لانه الفندق ما عم بيوضح حاله بطريقه حلوه ابدا. يعني عن جد الفندق عم يتصرف بطريقه شوي غريبه لهيك الناس عم تصدق هي الاشاعات والنظريات. في عالم بتقول انه في كتير ناس اختفوا بهذاك المكان اللي هو كراون بلازا خصوصا جنب البراد وبالكيتشن. طبعا اختها بتقول انه مستحيل مستحيل قدرت تفتح الباب تبع الفريزر لحالها لانه كتير تقيل. وفوق كل هذه هي كانت سكرانه كيف بدها تفتح الباب كله لحالها. في كتير ناس بيشوفوا تسجيلات الكاميرا وبيقولوا انه في حدا عم يوجهها. اذا ركزتوا بالفيديو راح تحسوا انه في حدا عم بيجرها من كوعها. ويمكن الفندق تاخر ومشان يعطوا تصوير الكاميرات لانه كانوا عم بيعطلوا التسجيل وعم بيمحوا هذا الشخص يلي كان عم بيجرها. اوكي جايز، هلا راح احكي عن رايي انا. هذا الفندق كراون بلازا 4 نجوم، يعني مش نجمه او 2 او 3، 4 نجوم يعني كثير. وكمان هون بامريكا مشان تشرب لازم يكون عمرك 21. مثل ما قلت لكم هي مبينه انه هي سكرانه. الفندق 4 نجوم وهي بحفله وكان في شرب بالحفله اكيد، ليش ما تاكدوا من عمرها؟ لانه هي مبينه صغيره، مبينه انه عمرها 19 سنه، ما مبينه انه عمرها فوق ال 21 سنه. كان المفروض يتاكدوا من عمرها لانه عمرها هي 19 سنه وما فيها تشرب بهذا العمر. اكيد كان في سكيورتي بالحفله. معقوله السكيورتي ما شافوها عم تدخل او عم تطلع وهي سكرانه؟ هي مبين انه عمرها 19 سنه، ما مبينه كبيره كثير. يعني ما كان عندها رفقات بالحفله، معقوله شربت وطلعت لحالها؟ يعني ما في حدا على الاقل شافها وهي طالعه من الحفله وهي عم بتلف يمين وشمال يمين وشمال. كمان حابه اقول لكم انه هاي القضيه تسكرت يوم السبت كحادثه. البوليس قالوا انه هي مجرد حادثه. بالنهايه انا ما بعرف اصلا، ما في ادله انه انقتلت بس في صور لها وهي بالفريزر طلعت قبل كم يوم. ما رح احطها بالفيديو بس فيكم تبحثوا اذا حابين لانه بصراحه الصور كثير بتخوف. بس الصور هيك بحسها انه عن جد مقتوله، ما دخلت بالفريزر لانه شو اذا كانت طالعه من اجرى مبينه انه مضروبه او هيك شيء. اوكي جايز، هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حابين اعمل لكم فيديوهات اكثر من هذا النوع نظريات ومواضيع قولوا لي تحت بالتعليقات واكيد من عيوني رح اعمل لكم اياها.
واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، واذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا على الضغط على زر السبسكرايب الاحمر، وبحبكم للامر والجوع. باي.